اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، برحب بنجومي داخل الاستوديو كابتن طه. مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، شرفني النهارده. ربنا يخليك يا حبيبي. حضرتك مشرفين انك كباتن المحترمين. كابتن احمد حسن الزعيم اللي لعب ما اعرفش كام 180 ماتش ولا كام ماتش. ربنا يخليك. 184 هو بيلعب من زمان برضه كابتن، فلازم يلعب 184. من ايه يعني متحفز على ايه؟ خلاص ده 184 بالظبط. يعني حضرتك ايه هيحصل؟ ايه والله يعني الناس هتحسد عليك. ما خلاص 184 والله اتخطفت بدري والله يا كابتن. صح يا كابتن، ده الناس اللي تسمع الرقم بتنهج. ما عاد بدري اتخطف بدري، اتخطفت من واحد ازاي. كابتن احمد مشرفني النهارده. ربنا يخليك يا كابتن سيف. والله اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. كله تمام والله، ماشي الحال الحمد لله. شايف شياك عالي قوي انت وكابتن عماد النهارده، في حاجه؟ والله ده الطبيعي يعني. عماد حلق دقن وانت النضاره. ده الطبيعي الطبيعي الطبيعي. ما انا عايزك ادخلك انا في قصه النضارات دي والكلام. ما انا عايز انا بقول كده، بس عايز اخد وقت. مش يعني عشان النظر برضه كده انت عارف. بس هي النضاره دي ازازها كويس؟ ها والله بص، عايز اقول لك على حاجه. فيها قصر النظر يعني؟ يعني بتشوف بيها كويس؟ المشكله انا ما بشوفش بيها كويس. لا يعني النظارة دي نادر، انت نادرها. ها مش هي ستايل بس مش اكتر. طب ليه ما بتحطش الازاز؟ عشان اشوف كويس. طب ده كلامك يا كابتن طه والنبي. يعني ده ربنا كرمه وقال له روح من غير نظاره، فاهم؟ رايح جايب نظاره يا عم اهي. ادي النظاره، ما تقلقش. مش ازاز، مش لزوم التحليل. لزوم التحليل وعركه بقى وبتاع، عبقريه بتظهر. بس عماد لسه صغير شويه على الحكايه. لا لا والله الموضوع مش نظر، هي مطلوبه بس مش من غير ازاز يا كابتن. يعني من غير ازاز ما فيش مشكله، من غير ازاز عادي يعني. كابتن عماد شرفني النهارده. كابتن سيف ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله.